سنة تدريج الطلاق 1901 السوريين والهجرة لأوروبا. ما حدا له حق يتحكم لوحده بمصير بلد وشعب. وحزب الله مش الحكومة بلبنان، بلبنان في حكومة حزب الله ممثل فيها. وبرضه تخطى الحكومة وتخطى كل المجلس النيابي وتخطى رأي أكترية الشعب اللبناني مثل ما بتكونوا عم بتحسوا مثل ما بتكونوا عم بتلاحظوا، وراح فتح حرب هو لوحده هونيك بحجة مساندة غزة. فإذا هي أول نقطة بدي ركز عليها. هي ما حدا له حق فيها. ممنوع حدا يتلاعب بمصير شعب هو لوحده بدون ما يكون عنده توكيل شعبي. انه كل الضرر اللي ممكن يحصل على غزة واللي ممكن واحد يتصوره صار بغزة، وبالتالي يعني شو كانت فايدة العمليات العسكرية اللي انطلقت من جنوب لبنان؟ ماشي، كانت فايدتها على انه كبدت الشعب اللبناني خسائر كتير كبيرة، يعني فوق 300 خسارة بالارواح لحد هلا. بعض القرى مدمرة بالمرة، قرى اخرى متضررة بشكل كبير، وبقية الجنوب كله سوا مش بوضع طبيعي. بيقولوا البعض ما هودي مش آمنين بسوريا هاللاجئين، غير صحيح. أول شيء نحن من أشد المؤيدين للثورة السورية، وما زلنا ورح نبقى، لأنه النظام هذا اللي بسوريا نظام ديكتاتوري مجرم. أوكي، بس تأييد الثورة السورية شيء، أوكي، وتخريب لبنان شيء آخر. كل طرف عم بيشتغل بس مشان تيأمن مصالحه هو. يعني قبرص شو همه؟ همه أنه ما يروح لاجئين من لبنان على قبرص. This is fair. أوكي. أرسل فوندرلاين شو همه؟ همه ما يروح لاجئين على أوروبا. أوكي، مستعدين يعطوا مئات ملايين دولارات، بس مش هذا المشكلة بالنسبة لنا. مشكلة بالنسبة لنا ما فينا بلدنا يكون مغرق باللاجئين السوريين غير شرعيين، ما فينا. حتى هالمرة يعني حزب الله عم بيقول، يعني مثل ما أمريكا بتطبق القوانين عندها، مثل ما بريطانيا بتطبق، مثل ما فرنسا. بفرنسا إذا مثل ما بإيطاليا، مثلا بإيطاليا إذا شافوا لاجئ غير شرعي شو بيعملوا هلا؟ بيرحلوا. بلبنان لازم نقول لهم يا شباب انه ارجعوا على بلدكم، سوريا موجوده.